تعال نشوف ازاي نقدر نعمل ريليشن ما بين اتنين ليست من خلال حاجه اسمها لوك اب. اول حاجه ان انا هبدا التارجت الرئيسيه اللي احنا عاوزين نبدا نعملها، هنبدا نكرييت اتنين ليست موجودين عندنا. الليست الاولانيه هنسميها كانترز، الليست الثانيه هنسميها ستودنت، ونبدا نتعلم ازاي نعرف نعمل ريليشن ما بينهم. اول حاجه هنكرييت الليست بتاعتنا، اختار ليست كاستم ليست واسميها كانترز، كرييت، كرييت كولوم country name، هخليها سنجل لاين زي ما هي واقول له اوكي. طبعا ممكن اقول له اغير الفيو بتاعي، اشيل التايتل والاتاتشمنت والاي دي لو انت عاوز تظهره. اوكي، اد نيو ايتم، التايتل بتاعي مثلا اي جي ايجيبت، سيف، اد نيو ايتم يو اس اي مثلا، سيف. شايفين بيحصل له اوتو انكريمنت. طبعا ممكن تغير الفيو بتاعك علشان يكون الشكل اظرف شويه خلال ان انت هتغير الاوردر، اقول له اوكي، اد نيو ايتم ليبيا مثلا، سيف. خلاص كريتنا اول ليست موجوده عندي. تعالوا نرجع تاني نبدا نكرييت ليست كمان اسمها ستودنت مثلا، كاستم ليست اسمها ستودنت، كرييت، هبدا كرييت كولوم اسميه مثلا كونتري نيم، واختار الداتا تايب بتاعي لوك اب انفورميشن اوريدي اون ذيس سايت. هيبدا يقول لك انت عاوز تجيب الانفورميشن من مين؟ كانتريز، من اي كولومز؟ كونتري نيم. وهنا برضو لو انت عاوز تضيف اي كولومز تاني لو انت عاوز تظهره، اقول له allow multiple values لو انت عاوز تضيف اكتر من value، اقول له enforce relation behavior. اوكي، لاحظ لو انا قلت له add new item احمد مثلا، وشايفين انا جايب الداتا بتاعتي Egypt ليبيا USA، save. مزيد من الفيديوهات زورونا على احمدبهوتي.blogspot.com.